صح فطورك زميلي، صح فطورك الله يسلمك. لميس، مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذا الموعد الرياضي. اذا البدايه، اعاد الوزير الاول عبد الملك سلال اليوم افتتاح ملعب 5 جويلية بعد ان تم اغلاقه اثر حادثه سقوط 2 من الانصار في المدرجات، معلنا دخول هذا الملعب حيز الخدمة بداية من اليوم بأرضية قال عنها الوزير بأنها من بين أحسن الأرضيات في العالم باعتبار أنها معترف بها من طرف الاتحادية الدولية لكرة القدم. وأشار سلال إلى أن الأرضية الجديدة لملعب 5 جويلية تضاهي أرضيات الملاعب الأوروبية التي ستحتضن يورو 2016، مؤكدا بأن الملعب سيزود بنظام مراقبة متطور ونظام إلكتروني لبيع التذاكر، حيث ستكلف المرحلة الثانية من إعادة التأهيل ما يقارب 28 مليار دينار.